السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب. فعلت منشور قبل شوية، قالوا الشباب كلهم أو معظمهم إنه لازم أنت تفعلوا فيديو. أول شيء أقول لكم شيء، أقسم بالذي رفع السماء وبسط الأرض ما أنتمي لأي حزب، أقسم بالذي رفع السماء وبسط الأرض ما أدافع عن أي حزب، ولكن قليل من الإنصاف، قليل من الإنصاف وقليل من الحقيقة. عندما احنا كلنا هذه الايام نهجم على الاصلاح ونهاجم حزب الاصلاح بانه بالوقت اللي نتهمه بانه خائن وغدار وعميل ويبيع الجبهات، بالوقت نفسه احنا كلنا ضده. الشرعيه اللي يقاتل معها الاصلاح، الشرعيه ضده، ضد الاصلاح، التحالف ضده، السعوديه ضده، الامارات ضده، الاشتراكي، الناصري، الحوثي، المؤتمر، الجنوبي، الشمالي، كلنا ضد الاصلاح ونطالب الاصلاح بالانتصار على الحوثي. شماعه فقط. الإصلاح أصبح شماعة نعلق علينا، فشلنا كلنا، لأن احنا فشلنا أن احنا نقاوم الحوثي ونقاتل الحوثي. كلنا أصبحنا جبناء، كل واحد جالس في بيته وبس. آه والله إلا الإصلاح اللي هم خونة. طيب أنت اللي تنتقد الإصلاح، أنت وين؟ جبهاتك وين؟ مقاتلينك وين؟ حزبنا العريق الكبير المؤتمر الشعبي العام، يا أخي أنت قاتلت مع الحوثي 3 سنوات، وبعد ما انفصلت عن الحوثي ما عاد قاتلت معكم جبهات الساحل الغربي مع الفندم طارق ولا تحركت. كانت نهم تقاتل، وكانت يعني كالعادة نقدم الجبهات للحوثي بالتقسيط، نهم تقاتل نوقف بقية الجبهات بما فيهم جبهة الساحل الغربي. لو كنا صادقين لاشتغلت نهم واشتغل الساحل الغربي واشتغلت تعز واشتغلت كل بقية الجبهات حتى ان احنا نستطيع ان احنا نتغلب على الحوثي. لكن انت تنتقد الاصلاح، وينك انت؟ وين مقاتلينك؟ وين جبهاتك؟ ما فيش، ما فيش. ننتظر بس ان الاصلاح ينتصر. الان مأرب تقاتل، ابناء وقبائل مأرب الاوفياء والشرفاء يقاتلوا ضد الحوثي. هل سيهب الشعب اليمني كامل لمقاتلة الحوثي والدفاع عن مأرب؟ بقت محافظة او محافظتين مع الجمهورية، مأرب ونص تعز، هل سندافع عنها ولا بننتظر لما تسقط مأرب من سن تشفي نقول الاصلاحيين الخونة الذي باعوا مأرب اسقطوها، هؤلاء المجرمين السفلة؟ لا زال الوقت، لا زال في وقت ان احنا ندافع عن مأرب. الشعب اليمني كامل ان يهب للدفاع عن مأرب. اتركوكم، تركتم الزعيم يموت ويقتل ورجعتم تبكوا في وقت لا ينفع الندم. الان بتتركوا مأرب تسقط والتعز تسقط وبقية المحافظات اللي لا زالت مع الشرعية ومع الجمهورية، وبعدين بترجعوا تبكوا او تحملوا فشلكم كله لحزب معين، الحزب الفلاني خاين وبياع. لا، حتى وان كان حزب الاصلاح بياع وخاين، انت وينك؟ انت وينك؟ ليش تركت الوطن للخونة؟ اذا كان حزب الاصلاح خاين، انت الانسان الوطني اليمني الحر صاحب النخوة والكرامة، ليش تركت البلاد للخونة؟ ليش ما تروحش انت تقاتل؟ ليش لازلت اما انك جالس في اما في 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 قطر ولا في تركيا ولا في مصر ولا في 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 في, في, في السعودية؟ ليش ما تروح انت وتهب وتقاتل من اجل وطنك؟ ليش جالس تحمل فشلك للاخرين؟